السفن الحبوب الأوكرانية هذه عالقة في موانئ البحر الأسود منذ أشهر، لكن اتفاقا رعته تركيا والأمم المتحدة سيمكنها من حمل شحناتها بأمان إلى الأسواق العالمية التي تعاني اضطرابا وشحا في الإمدادات وطفرة أسعار أوصلت المواد الغذائية إلى مستويات تاريخية هذا العام. فور إعلان الاتفاق انخفضت أسعار القمح العالمية بما يصل إلى 6% في أدنى مستوى لها منذ 5 أشهر، وتلك مؤشرات وصفت بالإيجابية لجهة أن تخفف الاتفاقية أزمة غذاء يحذر الخبراء من تحولها إلى مجاعة عالمية. لكن إشارات روسية سلبية عكرت المناخ العام بعيد قصف استهدف ميناء أوديسا بعد ساعات من توقيع الاتفاق، وهو واحد من 3 موانئ ستستخدم لتصدير نحو 24 مليون طن من محصول الحبوب العام الماضي، إضافة إلى إمكانية بيع محصول هذا العام. وبينما أثار استهداف ميناء أوديسا سخطا دوليا وشكوكا بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق إسطنبول، أكدت أوكرانيا مواصلة جهودها لاستئناف تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود، وقالت إنها قادرة على تصدير ما يصل إلى 60 مليون طن من الحبوب خلال ما يراوح بين 8 و9 أشهر، لكن تعطيل الموانئ واستهدافها قد يمدد هذه الفترة إلى نحو 2 عامين. بفعل الهجوم الروسي على أوكرانيا ورد الغرب بعقوبات كاسحة، احتجزت عشرات ملايين الأطنان من الحبوب وتقطعت السبل بالكثير من السفن، ما فاقم الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية مع ارتفاع وتيرة التضخم في أسعار المواد الغذائية والطاقة. دفع كل ذلك وفق برنامج الأغذية العالمي بحوالي 47 مليون شخص إلى منطقة الجوع الحاد، لكن من شأن احترام جميع الأطراف لاتفاق تصدير الحبوب بمظلته التركية الأممية أن يؤدي إلى استئناف الشحنات عبر البحر الأسود حتى تصل إلى مستويات ما قبل الهجوم البالغة 5 ملايين طن شهرياً. وتلك انفراجة ستساعد وفق خبراء التجارة الدولية في كبح التضخم الحاد لأسعار الغذاء العالمية.